نبارك لكم ذكرى مولدي الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قال الله عز وجل في الايه السادسه والثلاثين من سوره النور اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه وسئل النبي الاكرم صلى الله عليه واله يا رسول الله هذا البيت منها من هذه البيوت التي اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه لبيت علي وفاطمه يعني السؤال كان بهذا النحو قال نعم من افاضلها فقد ادرك علي والزهراء سلام الله عليهما أنه كلما ازداد ذكر الله عز وجل في بيت من البيوت فإن مرد هذا أن ترتفع قيمة هذا البيت عند الله سبحانه وتعالى أن يزداد شرفا ورفعة بعين الله سبحانه وتعالى لأن ذكر الله عز وجل شرف للذاكرين. وهذا ما بينه الامام زين العابدين عليه السلام في الدعاء الحادي عشر من الصحيفه السجاديه، وهو العنوان وهو الدعاء الذي عنون بانه من دعائه عليه السلام بخواتم الخير، في هذا الدعاء يقول الامام: يا من ذكره شرف للذاكرين، عاده عندما تذكر انسانا ما بالخير فحين ذاك مردود هذا الذكر وهذا المديح وهذا الثناء يكون لذلك الانسان الذي انت ذكرته يكون هذا شرف له اعلاء لمكانته بين الناس وبالتالي الامر في علاقتنا نحن مع الاخرين عندما نذكرهم بالخير عاده النتيجه التي يحصدها النتيجه الايجابيه هو الشخص المذكور اما الامام زين العابدين عليه السلام فينبه انه كلما ذكرت انت رب العالمين كلما كنت انت الذاكر ترتفع قيمه عند الله سبحانه وتعالى ويزداد ويزداد شرفك ويزداد مقامك رفعه عند الله سبحانه وتعالى. عندما نقول ان رسول الله صلى الله عليه واله هو عبد الله عندما ننسب النبي لله ولو على نحو العبوديه هذا شرف للنبي الاكرم صلى الله عليه واله. هكذا المساله بالنسبه الينا عندما نذكر الله عز وجل هذا شرف لنا ان ناتي باسم الله عز وجل بصفات الله عز وجل على السنتنا وبالتالي هذا فخر ينسب الينا عندما ننتسب الى الله من خلال مثل هذا الذكر ولذا الامام يقول يا من ذكره شرف للذاكرين وليس للمذكور وهو الله سبحانه وتعالى ويا من شكره فوز للشاكرين لاحظوا مثلا في اجواء الانتخابات عندما تكون جالس بين مجموعه من اخوانك اصدقائك كذا وتبدا تمدح احد المرشحين وتشكره مثلا على تمسكه بمبادئه او لانه انجز لك مثلا معامله او لانه كان صادق الوعد او غير ذلك من الصفات تمتدح اخلاقه طيبته علاقاته الاجتماعيه تواصل الاجتماعي بالنتيجه عاده الفائده تعود لمن لذلك المرشح ان هؤلاء الناس الذين سمعوا منك ذلك الثناء عليه ترتفع اسهمه وقيمته عندهم فيكون بالتالي فوز للمشكور للمرشح الامام سلام الله عليه يقول بان انت ايها العبد عندما تشكر ربك الفوز يكون لك انت الشاكر وليس لله عز وجل ويا من شكره فوز للشاكرين لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول لنا واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم انت الشاكر تكون الرابح وليس كشكر الانسان للانسان ويا من طاعته نجاة للمطيعين عاده الخادم عندما يطيع سيده يطيع ذلك الشخص الذي وظفه عنده عادة الذي يربح من هذه المعاملة عادة هو الشخص المخدوم هو الذي يكون مرتاحاً هو الذي تتحقق أمانية وهو كذا على حساب هذا الخادم الذي يشقى ويتعب من أجل إرضاء مولاه المسألة في العلاقة بيننا وبين الله عز وجل على العكس من ذلك أننا كلما كنا اكثر طاعه لله عز وجل كلما كان هذا فوزا لنا ونجاه لنا اكثر ويا من طاعته نجاه للمطيعين يقول تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض يعني لو كانوا يحققون هذه الطاعه المطلوبه من عندهم لراوا هذه البركات العظيمه التي تاتيهم في الدنيا قبل الاخره، ولكن الناس يعصون وكذا وبالتالي هم ياثرون على فوزهم في الحياه الدنيا بشكل سلبي. طيب ما دام الامر كذلك، ما دام المعادلات في هذا الامر في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى مردودها الايجابي علينا نحن. فلماذا يبخل الانسان في ذكر الله عز وجل هناك عده عوامل واحده من هذه العوامل المشروع الشيطاني الذي يعمل دائما على ان يبعدك عن ذكر الله عز وجل ان يثبط عزيمتك عن ذكر الله ان يشغلك بامور اخرى تبعدك عن ذكر الله عز وجل ولذا يقول الامام زين العابدين عليه السلام صل على محمد واله واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر ما دام الامر بهذه الصوره الرفعه لنا يا رب اذا اشغل بقلوبنا بذكرك عن كل ذكر، والسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعه، ما المانع؟ المانع هو المشروع الشيطاني في احيان كثيره. ومن نماذج ذلك ما اخبرنا به القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون طيب لماذا يقدم الشيطان على مثل هذه الغوايه انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله هذا المشروع الشيطاني الصد عن ذكر الله حتى لا يحقق الانسان الرفعه ذلك الشرف الذي يتحقق بذكر الله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون ولنا وقفه ان شاء الله تعالى مع هذه الايه الشريفه في الخطبه الثانيه باذن الله